السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا خوتي الاحوال الجويه اللي راهي عندنا، ما زالت تصب الثلج، البرد، الضباب. يا والله خوتي، المهم بلا ما نطولوا عليكم خوتي ندخلوا في الموضوع مباشره. كما راكم تشوفوا خوتي هذه 307 دوليتر سونديساج دير، انا حكينا عليها ديجا من قبل، اللي هي عندها مشكل تاع بير دو بيسونس. فوالا عندنا مشكل تاع بير دو بيسونس، طلعها مطلعها مش مليح، توجور مخنوقه. حنا كوموندينا لها البياسه تاعها اللي هي ديبيمتر، كوموندينا لها ديبيمتر خاوتي، راهو هنايا شوفوا معايا الكرتون. فوالا خوتي كوموندينه من عند اوسكارو، انا عندي دو سيت كوموندي من عندهم اللي هما اوسكارو، كاين اوسكارو وكاين الاوتودوك. يعني توجور كي نبغى نشري بياسه ولا ندخل ونشوف لا ديفيرونس في البري، وشكون اللي يزرب واللي يدير لا ليفريزون غراتوي نكوموندي عليه. اوسكارو انا عجبتني الخدمه تاع اوسكارو، عجبتني في لقيتو رخيص شويه وميم طون ليفريزون غراتوي، كومونديتو من عند اوسكارو. المهم اخوتي كيما راكم تشوف فيه هو هاو دي بمتا كيفاش داير. فوالا اخوتي انا شريت هذا، شريته قديم اوكازيون اهو. وانا خوتي هنا ننصح من هذا المنبر، ننصح خوتي اللي عنده مشكل في الديبيمتر وقالوا لك عندك ديبيمتر، اخطيك من لوكازيون، ركب جديد ميم تنيطواييه والله يتغسل خوتي، راه لازم جديد. فاتو نهار هذا يلاشي طيش عليك وروح جيب جديد، باسكو راك راح تكسر راسك وتعير روحك بوريان. انا راني غسلت كيف كيف، شريت لوكازيون كيف كيف، راني وليت الجديد. المهم اخوتي انا حبيت ندير هذا لي تيست كامل باش الناس تعرف بلي هذا يا خوتي راه الجديد هو احسن من حاجه قديمه. والله كنت نحي تغسلها ثاني راهي كيف كيف، ما عندها ما راح يتبدل، يعني راك راح تزيد غير تعب روحك وتعب سيارتك وفي الكونسوماسيون ثاني راهي حتولي تكونسومي بزاف على هذيك. اللي ننصح بالجديده خوتي سيرتو في الديبيمتر، هذا يعني حاجه حساسه بزاف، يعني تساعد الطياره هذا كيعود مليح، تساعد السياره في الكونسوماسيون تعود ما تكونسوميش بزاف، وميم طون يعني تعود عندك اون بويسونس في طالعه تطلع، ما عندكش مشكل في لا بويسونس تاع الطوموبيل. المهم اخوتي هذه هي، حبيت انا نبارطاجي معكم هذا الفيديو. دوك نلحقوا للكراج ولا نقدروا زعما نركبوه هنايا، ما على باليش اللي نقدروا نركبوه هنا، نركبوه هنا وميم طون نسييوه في الطريق مادام رانا هنايا، نقدروا نركبوه ونتيستيوه. ايوا اخوتي كيما راكم تشوفون بانت لي نركبوه هنا، انا بانت لي نركبوه هنا ونشوف. المهم دوك نسييو كيفاش نركبوه هنايا، وميم طون عندنا الطريق اللي راكم تشوفوه هنا راهي جيست هنايا. فوالا نسييو مع نسييوه في الطريق هذه الديبيمتر جديد، نتكلوا على ربي بسم الله اخوتي. المهم اخوتي انا بانت لي نركبو معاكم هنايا، ما راه كاين شويه تاع نوت صبي معليش، نركبوه هنايا وعلاه واش خسرنا هنايا مادام راه الكالم، يعني الجو ما شاء الله. ايوا اخوتي تبعوا معنا، هذا هو اللي نحينا احنا الخطره اللي فاتت، هذا راه اللي كان فيها راه كما احنا نقولوا هذا هو اللي كان فيها القديم، شني هو ثاني موش تاعها دوريجين، ولكن هذا اللي كان فيها اللي جا فيها يعني بها راهي تمشي مليح، يعني تمشي مليح ما شاء الله بهذا، ولكن ناقص شويه بارابور الاخرين. الاخرين سي حابسين، الاخرين في طلعه تطلع طرونت، مي هذا تطلع 50 60 تطلعها عادي نورمال. على هذيك حنا قلنا اليوم نركبوه معاكم هنايا، تبعوا معنا اخوتي نجيبوا الديبيمتر جديد. اعطيونا رايكم خوتي في الجو هذا. المهم فوالا خوتي هاو شوفو كيجي جديد، ميم طون يجي جديد، يجي ديجا مبروتيجي لداخل باش ما تدخل فيه لا غبرة لا وسخ، ما يتقاس لداخل،
تيلمون كيما حنا قلنا راه شي طخو فراجيل لداخل. ها هو كيفاش داير، شوفوا معنا فوالا هاكم تشوفوا في هذوك هنا ميبانو مليح. ها هو راهم كاينين ليكوي هذوك، ها وراهم هاكم تشوفوا فين كفرام دايرين منا. هذوك هما اللي وموش كيما الاخر، هذا فيه في حاجه اخرى ما نبليش واش يسموها هذيك، مي موش كيما اللي عندي. فوالا شوفوا معايا كيفاش راه جاي لداخل. فوالا هذوك هما خاوتي اللي تقيسهم بصبعك يطردقوا، هذوك غير تحط صبعك يتقطع على هذيك اللي هذو من الاحسن انك ما تليحش ليه. فوالا هو يجي الفلاش، هاو نتبعوا الفلاش كيما راكم تشوفوا، يجي هكذا نو ميم كيما راكم تشوفوا. المهم اخوتي نركبوه ونسيوه بسم الله، نحيو الكرتون نحطوه هنايا. واش نحتاجو؟ نحتاجو تورنوفيس هذا، ميم طو نحلو هذا هنا. كما راكم تشوفوا خوتي هذا اللي جا معاها، هاي بلاص لي فيس ما عندوش، تبعوا معايا هنا دوك نلقاو بلاص لي فيس ما عندوش. راني داير له انا هذا الغيزمان هذا اللي راكم تشوفوا فيه، ها هو ها هو كيفاش جاي. هذا هذا اللي كان فيها. والله حنا معايا دوك غير نحيو هذا نركبو جديد. دوك البانس ما عنديش، ولكن نسيو كيفاش نحيوه. البانس ما عنديش، مي انا كانوا الحوايج دوك كل ما يخديونيش في الطوموبيل. مي امام ثاني لي فيس ما عنديش، مي عندي واحد الغيز لا راه هنايا ثاني دوك نجيبوه كيما هذا، نديبانيو به حتى نلحق للكراج ونحط لها تاع لي فيس تاعو. المهم حنا باش نسيو برك والله خوتي بعد ما نحيناه. شوفوا هذا اللي كان فيه، اللي كان فيها تاع بيكاسو، ها بيكاسو دو ليتر اتش دي، سي بور سا هو ما عندوش هذوك، ما عندوش بلاصت مش كيما الاخر. وراه شوفوا معايا هنا ما عندوش بلاصت لي بولون كيما هذو، هذا تاع 307 دوريجين وهذا تاع بيكاسو. انا هذا كان مساعدني خير من اللي كانوا عندي القدم اللي شريتهم زعما اوكازيون واللي نيطوايتهم ما مشي مليح. المهم اخوتي نركبوا هذا يلا. فوالا ميم لي فيش، نشوفو لي فيش لداخل، ها يعني كيف كيف. هاد لازم تتأكدو منها كي تجيبو حاجة كيما هكذا، بلي لازم يكونو كيف كيف، ثلاثة فيشات منا وزوج منا. فوالا هذا دوك نديرلو كيما لاخر، نديرلو غيزلا كيما هذا، نديباني بيه باسكو هذا
لي فيس تاعو راهم في الكراج، ندي باني بيه ومن بعد نركبهم. نجيبو نورمالمون عندي غيزلان داخل، نجيبوه فوالا. عندي واحد هنا كيما راكم تشوفوا خوتي، إلي بيان راه لزق مليح. زدنا درنا لو جوان هذاك، هاو باين لازق مليح. هادو خوتي سي امبورطون في السيارة، حاجة كيما هذي هادو دير منهم زوج صاشيات عندك في الطونوبيل تحتاجهم، والله تحتاجهم. الديباني روحك يعني ثمثم. نركبو الكولي ما ننساوش. ما علينا غير نسيريو لي فيس. فوالا نزيرو الكولي هذا. ولا خوتي هكذا راه كلشي مليح. نركبو الفيشة ولا خوتي. بعد ما حطينا ديبيمتر جديد كما حكينا على هذا، هذا سي ان بيكاسو دوري طراجدي. المهم نديرو حنا في الباط الرهم تاعو هو داك لي نجيبو هذا ثاني لاصفر هاهو هنايا. نديو هذا ثاني ترني فيسات في زوج اللحوم هنا. ايوا اخوتي ها سي حاجه ما تطولش. من بعد ثاني هذا لازمو سبته هنا باش ما يتحركش بزاف، نربطوه هنايا. ايوا اخوتي كيما راكم تشوفوا دوك معينا غير نروحو نسيوها نتكلو على ربي. يلا فوالا. واش رايكم خوتي في هذا الجو؟ اعطيونا رايكم. دوك حنا نحكموا الطريق هذه اللي راكم تشوفوا فيها. يلا بسم الله نحطوا هذا في نروح نديروه قدامنا برك. نديروه من قدام برك. ها هو الديبيمتر القديم تاعها اللي شريته زعما انا اوكازيون. يلا بسم الله اخوتي.
اي فوالا اخوتي، بعد ما ركبنا الديبيمتر الجديد تبعوا معنا نشوفوا واش كاين، اسكو كاين كاينه ريزلتا، تبدلت الحاله ما تبدلتش. بسم الله فوالا. في الديبيمتر القديم كنا كي نلحقوا هنا للطروه هنايا وراي مكتوبه 30، كنا كي نلحقوا جيست هنا الموتور تحس به مخنوق و ميم طون ما يافونسيش، ما يطلعش، عنده دي كوبور كما حنا نقولوا، يتكوبا، تحس بالليكوي راه يبوجي ما يطلعش زعما مليح. مي حنا دوك نشوفوا وقت فات كان كيلحق للطروه، كما راكم تشوفوا خوتي دوكا يطلع بلا ما يدير دي كوبير اللي كانوا وقت فات. هلا فوالا خوتي، دوك نحكموا الطريق، عندنا الطلعات هذو نسيوها فيهم. بسم الله دوكا كيفاش ولات. انا قدرش ان انا نروحو بزاف باسكو هنا غير لي فيراج زلق تغلط تخلص، راني غير دروازيام دركا نروحوش بزاف ثاني دعوة تخوف. دوكا راني هاك تشوفو خاوتي، الله يبارك ما شاء الله. يعني كاين فرق كبير، هنا لي فيراج سي 30، راكم تشوفوا يعني بعينيكم لي كوي كيفاش راه يطلع، يعني ما عندوش دي كوبور، و ميم طون الموتير راه اليز دروك. المهم اخوتي ما تنسوناش بالجيم والبارطاج، صحه رمضانكم وصحه فطوركم، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله، وربي يسهل على الجميع اخوتي.